في هذه اللحظات نعتصم في هذه الخيمة لكي نتضامن مع أسرانا البواسل، وتضامننا معهم روحيا معنويا، ونقول لهم كافة أبناء الشعب الفلسطيني اليوم يساندونكم، اليوم يحيونكم، يقفون معكم، وإن شاء الله ستصلون إلى الحرية، وإن شاء الله سينتهي هذا الإضراب عن الطعام بحريتكم. رسالتنا هي نفس رسالة أسرانا، نحن شعب يريد الحرية، شعب لا يرضى بالذل، لا يرضى بالإهانة، لا يرضى بالمهانة، ورسالتنا للعالم كله انظروا إلى هذا الشعب المتألم المحتل منذ أكثر من 100 عام، انظروا إلى أسرانا الذين يعانون الذل والأمرين في سجون الاحتلال، رافضين هذه المعاناة، رافضين هذا الذل، صارخين نحو الحرية بأمعاء خاوية ليس فيها أي شيء سوى الماء والملح. بالأمس قلنا لكافة الكنائس في العالم إيماننا المسيحي يدفعنا إلى أن نقف وقفة حق مع كل إنسان بحاجة إلى هذه الوقفة، واليوم الشعب الفلسطيني في أكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى هذه الوقفة، وبالذات أسرانا بحاجة إلى أن يقول العالم أجمع كلمة حق نحو هؤلاء الأسرى، كلمة حرية، كلمة استقلال، كلمة الحرية للأسرى. ولا واحد له الحق يسجن أي إنسان لأراءه السياسية ولمواقفه السياسية ولمقاومته للاحتلال. الحق هو كل الحق لأبنائنا الأسرى، فيجب على العالم المسيحي أولا والعالم ثانيا، هذه كانت رسالتنا، أن يقف معه وقفة رجل واحد. هي رسالة دعم باسم الثقافة الفلسطينية لإضراب أسرانا البواسل في سجون الاحتلال. نقول إنه دور المثقف الفرد والمثقف المؤسسة في أن تصل رسالة الحرية، هذه الرسالة التي يكتبها أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال بإرادة لا تلين. اليوم نحن هنا في رام الله وفي كل محافظة في خيم الاعتصام، إنما نريد لهذه الرسالة الوطنية أن تصل إلى عمقنا العربي وعمقنا الدولي خلف سجون الاحتلال. هناك مناضلون فلسطينيون يناضلون بإرادتهم من أجل حقوقهم الوطنية. الاحتلال هو سبب لا استقرار في هذه المنطقة، وهو سبب كل الإشكاليات التي تواجهها شعوب هذه المنطقة، فاحتلال فلسطين يجب أن ينتهي، ويجب أن تكون الحرية لشعبنا باسم الإنسانية وباسم القوانين وباسم الحق التاريخي والحق الجغرافي على أرض فلسطين.